النسع فتبلع الجميع، كما تتابعون الجهود التي تبذلها مصر وعدد كبير من دولكم الكريمة والمنظمات الدولية للعمل على تأمين النفاذ الآمن والعاجل للمساعدات الإنسانية. وقد خصصت مصر مطار العريش لاستقبال المساعدات المقدمة من مختلف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية للشعب الفلسطيني. كما تؤكد مصر أن معبر رفح لم يتم إغلاقه في أي مرحلة منذ بدء الأزمة الراهنة، إلا أن الجهود لا زالت تواجه صعوبات وتعنت بالغين. ندعو الجميع لبذل الجهود والضغوط القصوى وفرض الإرادة الدولية في إنفاذ المساعدات وإنقاذ الأبرياء. السيدات والسادة، أود أن أشير إلى إدانة مصر لاستهداف المدنيين تحت أي ذريعة وبصرف النظر عن دينهم أو عرقهم أو جنسهم، إلا أنه لا يمكن إخراج التصعيد الحالي بقطاع غزة عن السياق السياسي. فطالما حذرت مصر من غياب الأفق في عملية السلام ومن تكرار الانتهاكات والإجراءات أحادية الجانب في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإصرار الحكومة الإسرائيلية على انتهاك سياسات تعيق استئناف العملية السياسية مع الجانب الفلسطيني، كما أنه لا يمكن إخفال أن هذا التصعيد أتى على خلفية تصاعد وتيرة التحريض والاقتحامات العسكرية لمدن الضفة وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين والتوسع الاستيطاني في الأراضي المحتلة وارتفاع معدلات عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين والانتهاكات للوضع القائم بالمقدسات في مدينة القدس بما في ذلك المسجد الأقصى المبارك. لقد أثبت التصعيد الحالي فشل السياسات في إدارة صراع استناداً إلى الحلول الأمنية لضمان الأمن والاستقرار والتعايش بين شعوب منطقة الشرق الأوسط. وأؤكد أن كل من يعتقد أن هناك إمكانية لتحقيق الأمن دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية لعام 1967 فهو واهم. ومن هذا المنطلق أشدد على موقف مصر الثابت من استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل شامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين. الحضور الكريم، ستظل مصر على عهدها في تحمل مسؤولياتها لمساعدة ودعم أشقائها الفلسطينيين، ولذا تكثف مصر من تحركاتها الدبلوماسية على كافة المستويات مع طرفي النزاع والأطراف الإقليمية والدولية من أجل التوصل إلى مخرج عاجل من هذا النفق الدموي المظلم قبل أن تنزلق المنطقة برمتها إليه. ومن هذا المنطلق دعت مصر إلى قمة القاهرة للسلام يوم السبت المقبل الموافق 21 أكتوبر بالقاهرة من أجل تنسيق الجهود الدولية وبحث كافة السبل الممكنة لإنهاء التصعيد الحالي واستعادة آفاق استئناف العملية السياسية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وحرصنا على دعوة كل من الأشقاء في المملكة العربية السعودية وموريتانيا باعتبارهما دولتي الرئاسة للقمة والدورة الوزارية لمنظمة التعاون الإسلامي، مع أملنا في أن يحظى هذا المؤتمر بدعم كافة دول المنظمة وأن يعكس إرادة دولية في إيقاف العنف واستعادة آفاق استئناف العملية السياسية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة الآن لسلطنة عمان. تفضل.